التسبيح خدنا بعيد وياه. العمر بيفوت ويمر بين حلو ومر، وطريق ماشيينه اسمه حياة. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته، مفيش ده بيكرة وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، وقلبي ما بيحب خسارة. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا معنا، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته، مفيش ده بيكره وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة. وتمشي مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة بيكره وده بايع بالفكرة ومعندوش إحساس، والقلب اللي ما بيحبش يبقى خسارة. أطمن عليك أنت الأول وبعدين أشوف نفسي. ليه هو لعبة عشان أتجوز؟ الله، اللي يشوفك وأنت بتتكلم كده ما يشوفكش وأنت لايد ورا البت الحلوة اللي هي كان اسمها إيه؟ حنيتي أنا؟ يعني إيه؟ يعني حنيتي حياتك القديمة، السهر وفيلتكم بيتك ولمت اهلك حواليك. اللي انت عملته معايا ده بالظبط اللي ادم عمله معاكي بالظبط. اختفيت من حياتي ولغتني من حياتك تماما، ورحت انت بقى تعيش حياتك زي ما انت عايز. لا بس والله لا، تصدق برضه بكل اللي ادم عمله ده برضه انضف منك 60 مره. انا اسف. لا اسف انا ايه؟ ليه اسف على ايه؟ انت اذيتني مثلا او خالص؟ انت اكتر واحد في الدنيا وجعتني، اكتر واحد، عشان انت اخر واحد في الدنيا كنت اتخيل ان انت ممكن تطلع خاين قوي كده او غدار قوي كده. أنا آسف يا إنجي، هو مفيش نبض، واضح إن البيبي للأسف قدر الله ما شاء فعل. بس أنا كويسة، بس أنا ما جاليش نزيف. لا هو مش لازم يحصل نزيف، إحنا لازم ندخل العمليات، هي عملية بسيطة
أنا هشوف لك المعيد حالا. أنا آسف يا إنجي للمرة التانية. خلي بالك يا مطب هناك. بص علي وبص على إيه حبيبة، هنا الفرامل وهنا البنزين، مش محتاجة يعني واحدة على اليمين واحدة على الشمال، ده عربية حتى أوتوماتيك. صح صح أنت عندك حق. ماشي. طب وقفتي ليه دلوقتي؟ إحنا قلنا نهدي نهدي. هندي مش نوقف فجأة. أنا آسفة. عرفتي بقى عدوي آدم يقسوا مني ليه؟ لا مفيش حاجة اسمها يقسوا مني، واحدة واحدة هتتعلمي وهتبقي أحسن منهم. بقولك إيه، أنا عندي محاضرة بعد ساعة كده، فتجي أنت على البيت ونكمل بكرة؟ لا أنا مش هينفع أتجي على البيت خالص، آدم راح يجيب عمتك وجوزها من المطار وهيروح يتغدوا على هناك، وطبعاً طول ما هي موجودة أنا ممنوع عليا أكون موجودة أنا كمان. أنا هروح عبدي. خلاص أروحك أنا. ماشي ماشي. انا شايفه ان انتوا اصلا ترجعوا عبدين حد، بس ما بقول كده ترجع في قراراتها اللي هي عملتها دي. انا جيت علشان كنت حاسه ان ادم هيكون مستريح اكتر هنا، دي فعلا الحقيقه. وبعدين لما فكرت في كلامه لقيت انه عنده حق، انه قعدنا في البيت هنا هيسيح التلج شويه بشويه، وكمان اخواته بياكدوا لي ان طنط اقبال بتطلع تطلع وبتنزل على ما فيش. طب هم عاملين معاكي ايه؟ والله لزاز لطاف معايا، يعني لما بقابلهم صدفه. صدفة ازاي يعني؟ يعني كل واحدة فيهم دايما قاعدة في اوضتها ما بتنزلش. اللي بقى مونساني الحاجة بسيمة، كل يوم تقعد تديني محاضرات كيف اكون من سكان الكومباوندز، بتقولي ما ينفعش انزل اقعد في البيت بهدوم النوم، وهدوم الغسيل لازم تتطبق في اوضة الغسيل، والاكل في منه كلاس وفي منه الشعب. اخر بقى حاجة طلعالي فيها ان انا ما ينفعش انزل خالص الريسبشن طول ما ايه بتلعب بيانو. ايه ايه تي يا بنتي؟ مش قاعدة في بيتها ولا ايه؟ لا ما هي كانت ايه؟ اقول لك يا توفي بس وعديني مش هتقولي لحد ولا حتى لادم. اكيد تاني يا حبيبه. قولي ايه؟ انتوا عايزين تموتوني صح؟ هذا الشر عليك يا مامي، ما تقوليش كده. مامي احنا ما رضيناش نعمل كده فعلا قبل ما انت تيجي، قلت لو جيت ولقيتيني اتطلقت هتقولي ان احنا بنفكر من دماغنا وان انت مش فارقه معانا. تقومي ترمينا الخبر اول ما تشوفيها كده على طول؟ ما كنتش قادره يعني تستني لما تهدى من المشوار شويه؟ مش انا اللي عملت كده، هي اللي دخلت اوضتي ولما شافت كل الشنط دي ما دخلش عليها اني جايه البيت يومين. مش انت اهم حاجه بالنسبه لك ان احنا نبقى كويسين ومرتاحين؟ هو انتوا لما بيوتكم تتخرب وتتطلقوا تبقوا كده مرتاحين ومبسوطين؟ ما هم العيشه مع جوازاتنا تبقى عيشه جحيم واريح لنا ان احنا ننفصل، يبقى الطلاق مش حاجه وحشه. لو كل الخلافات اللي بين المتجوزين ملهاش حل غير الطلاق كانت كل الناس اتطلقت. ايوه بس في خلافات بجد ملهاش حل، وانت بقى قررتي كده من نفسك من غير ما تشركي حد، ولا حتى عارفين انت عايزه تتطلقي ليه، ولا انت بقى حكيه لهم وهما بيكذبوا ومش عايزين يقولوا. وانا من امتى يا ماما حد بيحكي لي حاجه؟ انا ولا اعرف دي عايزه تتطلق ليه ولا دي عايزه تتطلق ليه. ورحمه بابي ما حكيت لحد حاجه، انا ولا حكيت ولا عايزه احكي. انا ونادر فكرنا وقررنا الموضوع ده مع بعض، وفعلا ما فيش حاجه هتتغير دلوقتي. تصدقوا بقى انا مش هدخل لكم بيت، انا قاعده في بيت جوزي، واللي عايزه تجيني من غير ما تنكد عليا اهلا وسهلا، وملعون ابويا لو شلت همكم بعد كده. وزي احمد فين كمان؟ احنا قلنا لك يا ماما هو مسافر. سافر بقى ولا ساب البيت لما ادم جاب الهانم وجي يعيش هنا؟ مش قلت لكم ما تقعدوهاش مع بسيمه لوحدهم؟ لا وبسيمه هانم كمان حابه قوي اخت الميكانيكي. بصراحه يا ماما يعني من غير ما تزعلي هي هاديه ولطيفه جدا ومش حاسين بيها في البيت خالص. ايوه بس ده مش كرم اخلاق منها، هو كده كده محدش حاسس بحد في البيت ده. وانا من ساعه ما جيت مفيش غير اخبار تغم، مفيش اي حاجه عدله. لا في بنتك بقت مدرسه موسيقى قد الدنيا ومش ملاحقه على الحجوزات. وحضرتك ايه الجديد اللي عندك؟ انا يا حبيبتي على حطة ايدك، مفيش جديد، وان كنت نفسيا الحمد لله احسن من الفتره اللي فاتت. يا احمد ما جيتش ليه؟ معلش حته صراحه في اسكندريه عندي شغل. لا ما لا عشان عندي شغل والله. لا مش عشان كده،
المهم بس انت عامله ايه وابسلام عامل ايه؟ انبسطتوا؟ طب دي اهم حاجه، الحمد لله على السلامه. لا ان شاء الله اول ما اخلص شغل حاجه على مصر على طول. طيب خليك من نفسك. سلمينا على سلمون بقى ها؟ كلمك تاني طبعا. طيب يلا مع السلامة يا حبيبتي، مع السلامة. صباح الفل. صباح الفل. هي ماما كانت مسافرة ولا إيه؟ آه كانت مسافرة. طب خد شق ريقك. وعمال بقى ما تفطر كده وتاخد حمامك، أكون أنا عملت لك كوباية القهوة التمام، وجهزت لك الركن الملوكي عشان نكتب بمزاج. آه بس قبل الركن الملوكي بقى لازم انزل اقابل السمسار عشان اشوف موضوع الشقه ده. والله العظيم انا شايفه الموضوع ده مالي اي لازمه. وبعدين هو انت مش مرتاح في القعده معايا هنا ولا ايه؟ مش موضوع مش مرتاح، بس عايز احس ان انا مستقر كده وقاعد في بيتي، فاهمه؟ ما هو كمان بيتك زي ما هو بيتي. وبعدين على الاقل هنا تلاقي حد يغسل لك هدمتك، يعمل لك اكله حلوه، يدلعك وتدلعه وبتونس بيك وانت معايا بتونس بيك وبلاقي في قربك دنياي. على فكره مش فارقه قوي يعني، هبقى جنبك بشارعين مش في دوله تانية يعني. لا تفرق طبعا، لما تبقى قاعد قصاد عيني كده اهوت هعرف ازن بضمير لحد ما تزهق وتكتب. اه بس انا ما بحبش الزن بقى. ما تقلقش هزن بحنيه، على الاقل تكتب الكلمتين بتوع المعالجه بتوع الراجل بدل ما انت منشف ريقه كده. بعدين يا احمد بقى احنا عايزين نشتغل كده ونقب على وش الدنيا. ليه لا؟ الفيلم السكس اللي مصر ده عايزنا نكتبه ده انا مش هكتبه. احي عليك، هو كلام ليلك مدهون بالزبده ولا ايه؟ هو انت امبارح مش قعدت تكتب القصه اللي انت عايزها على مزاجك؟ طب خلاص سيبني انا ابيعها وسيب لي نفسك خالص. انا سايب نفسي خالص. وانا بقى هكلبش فيك المره دي بايدي واسناني. وايجار مش هتاجر في حته بره، ابقى اديني الايجار وانا هصرفه عليك وخلاص. على الأقل هنا خدمة فندقية خمس نجوم يعني. هو أنت بتمسكي بيا قوي كده ليه؟ أنا قلت لك بتونس بيك، ولا أنت بقى عايزني أزن في ودانك وأقعد أقول لك كلام حلو طول الوقت عشان تصدق؟ هو على مستوى الشغل مسعد ممكن يجيب لك حد أحسن مني 100 مرة ويكتب لك الورق اللي أنت عايزاه. آه بس أنا مش هلاقي حد زيك يعمل لي كل حاجة على كافة المستويات، فبص بره ليه؟ وده برضه ممكن يطفش منك مصحف، لأن هو مش طايقني وغيران مني من امبارح. ما تقلقش، سيبها عليا. أنا كل اللي أنا طالباه منك إنك تسيب لي نفسك خالص، وأنا هعلمك إزاي نكيس الزبون، حلو؟ وبعدين عشان تبقى عارف حاجة، اللي بعمله معاك حاجة والناس التانية حاجة تانية خالص. ماشي؟ خلصت وبتونس بيك وانت معايا بتونس بيك وبلاقي في قربك دنياي. لما تقرب بتونس بيك. انا كنت بحكي لتقى ما كنتش بشتكيلها، وبعدين ما كنتش عارفه ان عدوي سامعنا. ايوه وتحكي لها ليه؟ كنت بفضفض لها عادي. لا مش عادي يا حبيبه، درس الاخلاق اللي اخوك اداهولي ده معناه ان كلامك ده ما كانش عادي. مشاكلنا اللي بقت على لسان كل الناس ده مش عادي. اتفقنا اللي ما بيننا ده ما يخرجش وبرضه بيخرج، ده مش عادي. انا اسفه والله. اعمل ايه بقى؟ انا اسفه دي دلوقتي. حبيبه افتحي يا بنتي، انا شايله. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا حلوة يلا عشان تتعشي. مش عايزة اكل. لا ايه مش عايزة تاكلي ده ايه؟ انا مش بأكلك انتي، انا بأكل ابننا اللي في بطنك. يا حاجة بس ما انا لما بكون متضايقة ما بكونش طايقة احط اي لقمة في بقي. لا بقى انا ما بحبش الدلع المرق ده، انا اساسا ما عنديش اكل بيطلع في الاوض لولا اوامر الدكتورة بتاعتك. والمصحف ما مستحملة اكل وهو مش موجود جنبي. يعني هو هاجر ده بينك وبينه كام سلمة؟ برضو انا مش متعودة ان هو ما يكونش موجود، ده عمره ما عملها من ساعة ما اتجوزنا. يا حلاوة، ولما انت مقهورة عليه قوي كده كنت بتزعلي ليه؟ والله ما كنتش اقصد. بصي يا حبيبة
علمي نفسك يا بنتي ان سريرك يبقى دافي، والكلمتين اللي تقوليهم بينك وبين جوزك ما يطلعوش لحد بره. انت ما صدقتي بقولك مالك، كريتي الفيلم كله. طيب انا اعمل ايه دلوقتي؟ يعني اطلع اصالحه؟ طفشان من جوازتك انت كمان ولا ايه؟ لا مش بالظبط، انا بس كنت عاوز اقعد هنا لوحدي شويه. انزل يعني؟ لا يا حبيبتي انت براحتك. انا كنت عايزه اسالك، انت كلمت يوسف؟ لا نسيت خالص، معلش انا اسف. لا بفكرك بس يعني كلمه، علشان أسلوب الطناش اللي هو فيه ده مستفزني جدا، يعني مش هيخليني خالص أغير رأيي. هنتطلق خلاص. نادر كلمني وقال لي المأذون هيجي يوم التلات. كلمك بقى يوسف يجي يوم التلاتة هو كمان. أنا مش عارفة أنام لوحدي. بجد والله؟ لا مش بجد والله. ما ينفعش أحلف كدب وأنا بتشعبط في رضا ربنا. لا حاسه ان احنا محتاجين لايف كوتشنج جماعي. عايزه اقلب البيت مصحه نفسيه. انتوا هتفضلوا سايبين اخوكوا في العالم اللي هو عايش فيه اللي وائل بيقول عليه ده؟ لا مش هنسيبه، بس انا مش عارفه نعمل له ايه. انت بتعملي ايه مع اخوكي؟ لا انا اخويا طول عمره كده، بس اللي احمد فيه ده انهدام وزني مش تبعته خالص يا ايه. طب وطالما انت بتحبيه بقى قفلتيه ليه اما هو جه يحاول يجر نعمه؟ اولا مش شرط خالص اكون لسه بحبه، ده ممكن يكون مجرد اهتمام بحكم اللي كان بيننا بس. وبعدين ربنا بس اللي عنده السماحة ان هو يقدر يغفر بالسهولة دي. انجي انا لازم اشوفك، مش عشاني، عشان نحكي باللي صار بيني وبين يوسف. يعني لو ما حصل هذا الشيء مع يوسف كنت رح تضلك معاقبتيني وبدك تشوفيني؟ اعاقبك؟ لا انا مش بعاقبك يا نديم، ولا من حقي ان انا اعاقبك اصلا. انت بيحق لك تعملي اللي بدك اياه. لو ده هو الثمن اللي بيخليك انك تطلب الطلاق من يوسف، انا راضي بهذا العقاب. ولا عقاب ولا ثمن ولا حقي، ولا من حقك ان انت تستخدمني في التجاره بتاعتك دي. انا مش بضاعه ولا مشروع بزنس يا نديم. انت كيف تتخيلي ان انا ممكن افكر فيكي بهذه الطريقه؟ ها هو انت مش قلت لي انك قلت له لو طلقني ان انت هتدفع له الثمن؟ لا انا ابدا ما كنت قصد هذا المعنى اللي وصل لك. انا قلت هذا الشيء حتى افهم يوسف انه انت ما رح تقبلي شيء بحياتك الا الطلاق. وانت تفهمه ليه؟ دي حاجه ما بيني وما بين جوزي، مش من حق اي حد يتدخل ولا ان هو يكون طرف تالت، بالذات انت. وانت قلتي له انه انا طرف تالت معاك؟ هو انت فاكر انا طلبت الطلاق عشان يبقى في حاجه ما بيني وما بينك انت مثلا؟ وهذا احتمال مش وارد ولا شو؟ لا مش وارد، ولا عمره ما كان وارد، ولا بعد مليون سنه. ولو ده كان وارد في وقت من الاوقات فدلوقتي بقى مستحيل. ده لانه انا جربت اني اواجهه واقف معه واقول له انه انا وقبل ما تقول له وقبل ما نطلب الطلاق، دي حاجه انا حاسماها من يوم ما انا قعدت معاك وقلت لك ان انا عايزه اكون لوحدي. حتى هو انت وبتعرف انه انا بحبك وبدي اياك. وانا ما بحبكش ولا لحظه قلت لك ان انا بحبك. انا حبيت يوسف وقت من الاوقات بس انا ما بحبكش. سيبني يا نديم، من دلوقتي اعتبرني ماضي. مش انت قلت لي ان انت شاطر قوي في البيزنس؟ اهو انا بقى مش بزنس. انت بتعرفي انه انا دخلت على هذا البزنس كرمالك، كرمال اني بحبك كتير مش كرمال جوزك. انت قلتي لي هذا الشيء مزبوط؟ ما كنتش موزونه وانت عارف كده كويس. لما توزنتي
بطل بدك تستخدميني. استخدمك؟ ايه انت هيك كنت عم تستخدميني، مش بس انت، حتى جوزك كان عم يستخدمني وكان عم يستعبلني، وانا طلعت زبون. وانا بحياتي ما بقبل اني اكون زبون، انا بحياتي ما بقبل اني اكون زبون. انا لسه ما خلصتش كلامي. لما نديم سيف بكون عم بيحكي، هو بيقرر امتى لازم يخلص الكلام. سامعه؟ ازيك يا دكتورة؟ ازيك يا دكتور سعد؟ أنا ممنون لك جدا على اللي بتعمليه مع منا. بصراحة البنت من ساعة ما أنت بدأتي تذاكري لها هي حبت الكلية قوي، فأنا كنت حابب أجي أشكرك، بس بصراحة كنت خايف منك. خايف مني؟ يعني كنت خايف لا تفسري شكري لي كده أي تفسير تاني. تفسير تاني بمعنى إيه؟ يعني أنا عايزك تعتبري إن أنا ولي أمر وجاي أشكرك على اللي بتعمليه مع بنته. وإيش معنى قررت تيجي تشكرني دلوقتي بالذات؟ لأن أنا كنت لسه عند العميد وقال لي إنك بتقولي كلام كويس قوي على منة وعلى أخلاقها. طبعاً، لأن ده حقها. وحقك برضو إن أنا أشكرك. بجد. ونعم الأخت. لا شكر على واجب. استاذنك انا. تزعلي بقى تتقمصي، انا بقول شهاده حق. ابنك ادم لو لف الدنيا بحالها ما هيلاقي واحده تحبه وشارياه قد البت دي. وابنك بصراحه بقى مطلع زرابينه عليها ليل ونهار، والظلم حرام. الدكتوره قالت لها لازم تنامي على ظهرك عشان الحمل يثبت، وتبعدي عن القهرة والزعل. وسكان علينا يا اختي، احنا شايلينها جوه عينينا. بس طول ما هي حاسه انك بتعامليها زي الكلب الجربان هتفضل مقهوره وزعلان. واذا كنت يا حبيبتي قبلتي انها تيجي تعيش في وسطنا عشان خاطر ابننا اللي في بطنها، يبقى من باب الخوف عليه برضك تعامليها بما يرضي الله. بصي، بكيفنا او غصب عننا خلاص هي بقت مرات ابننا وعايشه في كنفنا. وانت يا حبيبتي عمرك ما كنتي قاسيه ولا قلبك حجر. ادي نفسك فرصه تحبيها. طب والله ولا ليكي عليا يمين، البت دخلت قلبي من غير استئذان. ما تقولش بقى الحبيبه ان احنا نزلنا عشان اصلا ما حكيتلهاش عن اللي انا قلته لك ده. ما قلتلهاش ليه؟ مش المفروض دلوقتي بقيتوا قريبين؟ يعني بس مش قادره بقى ازن حبيبه عليا ان هي تقعد كل شويه تقنعني بمميزاته وايه حلو فيه. انا اصلا مش قادره كده خالص. انا عايزه مني ايه يا توفي؟ عايزين اشتم في الراجل واقول لك ما تتجوزوش وانا اصلا ما اعرفش هو مين؟ لا مش عايزه ده، بس يعني عايزاك تقنعني بالعقل كده، مش عايزاك تبقى ايموشنال زي مراتك. ماشي يا ستي. انت مثلا ايه اللي مضايقك فيه؟ اني مش بحبه رغم ان هو ما فيهوش عيوب بصراحه. لا مفيش شخص ملوش عيوب. هو سوف وار ما ظهرتلوش عيوب. حول الله. طب لو سوف وار ما ظهرتلوش عيوب يبقى فين المشكله؟ مش عارفه ايه ده، ليس خالص. هو مثلا في حد تاني؟ حتى دي انا مش متاكده منها. يعني انت شاكه ان في حد تاني بس مش متاكده من شغلك؟ ممكن. طب الحد التاني بقى ده ايه نظامه؟ ايه ده، ممكن اروح، ممكن توديني العربيه بتاعتي. مش قلت لك محدش هيبقى ليه نفسي ياكل؟ هما فين يا بسيمة عشان نفطر؟ زمانهم نازلين. طب والنبي بس قولي لهم بسرعة عشان أنا قاعد.
طب ما تطلع انت تكلمها عقلها شوي. لا ما خلاص كل الكلام كان المفروض يتقال يتقال. بعدين صدقني ده ساعات بيكون احسن اختيار في المواقف دي. كنت عارفه انك هتيجي. انا هولع بخور عشان نقضي على العكوسات. اقعدي يا حبيبه كملي فطارك. ولو ان المفروض انك انت تفطري في اوضتك والفطار يطلع لغايه عندك، مفيش داعي لطلوع ونزول السلم. تعالي انت كمان هاتي بوسه. ايه ده فعلا؟ متأكدة من اللي هتعمليه؟ مش هتيجي معانا؟ لا مش هقدر. براحتك، بس بليز ما تحسسونيش ان في مصيبة، عشان وشك ده هو اللي بيشيلني الهم. انا رايحة اخلص من حياة انا مش مبسوطة فيها، هبتدي حياة جديدة. كلمتي اخوكي؟ مردش، بس بعت لي مسج وقال لي ان هو مش موافق، ان هو مش هيحضر حاجه هو مش موافق عليها. ونعمل اخ كبير. طب ايه ان شاء الله بقى عشان نلحق. طيب انا هكلم عبد السلام واخليه يروح معاكم. لا ملوش لزوم. لا له لزوم. طب يلا بس ماما دلوقتي عشان نلحق. تعالي بقى كملي فطارك عشان اوريكي جبت للبيبي ايه من اوروبا. لا خلاص شبعت. طب تعالي. ده هتقرا المعالجه يا استاذ مسعد؟ اه طبعا انا سريع قوي في القرايه. شفت روعه ازاي؟ بس بصراحه انت العربي بتاعك يا ابو حميد مجعلص قوي. فعلا؟ انت مش فاهم، هو دايما كلام المعالجه كده بيبقى مكتوب بالنحوي، بس في السيناريو بيبقى اوضح بكتير. تكتب لي كام مشهد؟ حلوين قوي. شكلك خدت بكلامي في الاخر. ما انا قلت لك بقى يا ابو مسعد، لما فكرت الفيلم في خيالي من وجهة نظرك طبعا، لقيت والله ان هوجي عندك حق. امال يعني كنت مضايق عليا وقرفان مني النوبه اللي فاتت؟ يا راجل ده انا شكيت ان ريحتي وحشه. لا معلش انا بس كان عندي شويه تعليقات في ستايل الفيلم وطريقه السرد، بس ما قعدت مع ليلى اقنعتني تمام. اه يا الصراحه في الاقناع ما تتوصاش. متاثره بيك قوي، بتتكلم على لسانك. لما قعدت معاها بقيت مش عارف انا بتكلم مع مين فيكم. اه للدرجه دي؟ طبعا. ايه اللي اخرك كده؟ ايه مفيش ازيك الاول؟ اخلص يا هناء. شفت جرى زي المجنون ازاي على الباب؟ وحشاته. هي مين؟ البت هناء. اصلهم مسافرين مع بعض. يعني هو عينه مش عليك انت؟ فاشر. قال لي مفيش ذكر مش عينه مني. المهم انا عيني على مين؟ ايه الكلام ده؟ ده ايه اللي قوي؟ بس سني. ازيك يا ليلى؟ ازيك يا حبيبتي؟ Thank you.
وجعي قليل إحساس بياخدنا بعيد وياه العمر بيفوت ويمر بين حلو ومر وطريق ماشيينه اسمه حياة ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته مفيش ده بكرة وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا بكره وده بايع بالفطرة وما عندوش إحساس وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني حكيتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا معنا وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته ما فيش بكره وده بايع بالفطرة وما وتمشيه مهما بيكون صعب ساعات بتلاقي في سعادتك ساعات ياخدك لجرح وغلب وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة وده منك ومن دمك لكن بقى في لحظة بكره وده بايع بالفطرة وما عندوش إحساس وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني حكيتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا معنا وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته ما فيش وتمشيه مهما بيكون صعب ساعات بتلاقي في سعادتك ساعات ياخدك لجرح وغلب وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة وده منك ومن دمك لكن بقى في لحظة ده بكره وده بايع بالفطره